السلام عليكم، أنا رغد عبيدة، طالبة صيدلة سنة تالتة. رح أكون معكم بشرح مادة فارما أورجانيك. إن شاء الله رح أشرحها معكم من البداية، ورح أعمل لها فيديوهات قصيرة. مثلا شابتر 1 نحكي عن 3 موضوعات أساسية، اللي هو يعني نحن بنحكي لسه عن الانترودكشن. فالثلاث موضوعات الأساسية اللي هي type of bones، والموضوع الثاني رح يكون عندنا هو رح أشرح اللوس ستركتشر، والموضوع الثالث رح أحكي عن الهايبرزايزيشن، تمام؟ هو SP3 SP2 SP1، تمام؟ ف يعني هيك إحنا رح نقسم الشابتر 1 لثلاث فيديوهات أساسية، تمام؟ هلا أول شيء نحكي الأورجانيك كيمستري. شو يعني؟ هي إنه أنت عم تدرس الايش الكربون كومباوندز، يعني المركبات اللي بتحتوي على كربون اتوم. وكلنا بنعرف انه الكربون هو بالمجموعه الرابعه حواليه 4 الكترونات، تمام؟ وكلنا بنعرف انه هو لا بيفقد ولا بيكسب، هو بس بيشارك بالالكترونات، تمام؟ فبالتالي هو بيحتاج لاربع ذرات يرتبط فيهم حتى يوصل للاوكتيت رول. فمثلا لو يرتبط ب 4 هيدروجينات، تمام، هو هيك تقريبا وصل للأوكتيت رول. مش تقريبا، هو تماما وصل للأوكتيت رول. فبالتالي بدنا نعرف انه الكربون هو بالمجموعة الرابعة بمداره الأخير 4 الكترونات، بيرتبط بأربع ذريات حتى يوصل للأوكتيت رول، بيكتمل عنده المدار الأخير، بصير عنده 8 الكترونات. فهو لا بيفقد ولا بيكسب، هو بيشارك بالالكترونات، تمام؟ هلا نيجي نحكي عن اول موضوع بالشابتر 1 اللي هو types of bonds. types of bonds رح نحكي احنا نوعين اساسيين، اللي هم عندنا الايونيك اللي هي نون كوفالنت، والنوع الثاني اللي هو الكوفالنت. والكوفالنت عندنا بتفرع لنوعين اساسيين، لا بولر ونان بولر، تمام. هلا رح نحكي الفرق بينهم وكل اشي بالتفصيل، بس بدنا نعرف احنا قسمناهم اعتمادا على الديفيرنس اوف الكترون نيجاتيفيتي، تمام، بين تو اتومز. يعني الاتومز اللي هي عندي هون اتوم وهون اتوم اللي كونوا الايش البوند، رح يكون في عنا حسب الديفيرنس بالالكترون نيجاتيفيتي بين تو اتومز، احنا رح نصنفهم لايونيك اللي هي نون كوفالنت وكوفالنت. نعرف ايونيك ايونيه، رابطه ايونيه، يعني هي ايش غير تشاركيه، هاي واحد. اثنين نعرف انه هي يعني بتتكون بين تو بوزيتيف تو اوبوزيت شارج، اللي هي بوزيتيف نيجاتيف، تمام. يعني عندي اتوم تحمل شحنه موجبه وذره تحمل شحنه سالبه. طبعا كلنا بنعرف ان اللي بيحمل شحنه موجبه يعني بيفقد الكترونات، واللي هم الميتالز اللي هم المجموعه الاولى والثانيه والثالثه، تمام. والمجموعات اللي بتحمل شحنه سالبه هي مجموعه بتكسب الكترونات، تمام، واللي هي مثل المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة، تمام؟ هلأ بدنا نعرف أيونيك يعني بوزيتيف نيجاتيف، ذرة بتفقد ذرة بتكسب، تمام؟ ما في شيرينج اوف الكترون، في عنا كومبليت ترانسفير اوف الكترونز، تمام؟ انتقال كامل للإلكترونات من ذرة إلى ذرة، ذرة بتفقد ذرة بتكسب، لكن ما في مشاركة بالإلكترونات بين الذرتين، تمام؟ هلأ رح نعطي مثال اللي هو NaCl. كلنا بنعرف إنه Na من المجموعة الأولى وهو ميتال، والCl من المجموعة السابعة وهو نون ميتال، تمام؟ كلنا نحط هيك الإلكترونات سابعة، يعني مجموعة السابعة يعني مدار الأخير في 7 إلكترونات، والمجموعة الأولى يعني مدار الأخير في إلكترون واحد. طبعا هلا احنا ليش حكينا انه هذا بيفقد وهذا بيكسب؟ هلا هذا مداره الاخير في الكترون واحد، اي اسهل له
يكسب 7 إلكترونات حتى يوصل للأكتترول، ولا يفقد إلكترون واحد وخلص؟ طبعا أسهل له أنه يفقد هذا الإلكترون. وبالنسبة للسي أل نفس الإشي، أي أسهل له أنه يكسب إلكترون واحد ولا يفقد 7 إلكترونات؟ طبعا أنه أسهل له أنه هو يكسب إلكترون واحد. فبالتالي الـ NA عندنا بتفقد إلكترون، بصير عندها شحنتها موجبة، والسي أل بتكسب إلكترون بصير شحنتها سالبة. فصار عندي NA positive CL negative، تمام؟ NA CL زي هيك، تمام؟ الرابطة اللي تكونت بينهم، هذا فقد وهذا كسب، ماشي؟ هذا فقد واحد وأعطى لهذا اكتسبه، صار انتقال كامل لهذا الإلكترون لهاي الجهة، فبالتالي هما ما عم بتشاركوا، هذا فقد وخلص، هذا يعني خسره وراح لهذا، فبالتالي الرابطة اللي بينهم رابطة أيونية، هاي بنسميها الرابطة أيونية. ونوع الانتر اكشن هون اسمها الكتروستاتيك انتر اكشن. اذا الرابطة الايونية هي غير تشاركية، بتصير بتوين اوبوزيت تشارج، بوزيتيف مع نيجاتيف، مثل مع نان مثل، المجموعة الاولى او الثانية او الثالثة مع المجموعة الخامسة او السادسة او السابعة، تمام؟ وبصير عندنا complete transfer of electrons، انتقال كامل للإلكترونات من ذرة إلى أخرى، تمام؟ وليس تشارك، انتقال كامل، تمام؟ هلأ نيجي على النوع الثاني. هاي خلصنا من النوع الأول هو non-covalent. النوع الثاني عندنا covalent، رح نشرح عنه أول شيء non-polar. طيب لما نيجي نحكي non-polar و non-polar كيف؟ هلأ نتذكر هذا الجدول اللي هو CNOF CLBRI. طبعا هذا لازم نحفظه لانه كتير بيساعدنا بالمقارنة. طيب كلنا بنعرف انه لما نروح لليمين او نطلع لفوق بتزيد عنا الالكترون نيجاتيفيتي، ولما تزيد عنا الالكترون نيجاتيفيتي بتزيد عنا البولاريتي. فلما بدنا نيجي نقارن هلأ بالبولاريتي، بدنا نشوف مين أعلى كارو سلبية ومين أقل كارو سلبية، تمام؟ هلأ أعلى فرق بالكارو سلبية يعني أعلى بولاريتي، وأقل فرق بالكارو سلبية يعني أقل بولاريتي، تمام؟ فلما نيجي نحكي إحنا عن مركب هو نان بولار بلس كوفيلانت، يعني هو مركب ما بيفقد ولا بيكسب، هو بيشارك بالإلكترونات، وبيكون عندنا نان بولر. نان بولر هي بتنشأ عندي لما يكون عندي الديفرنس بالإلكترونيجاتيفيتي أقل من 0.4، وبالتالي كمان يعني هي قريبة من الصفر، تمام؟ يعني أنا عم بحكي عن يا مركب فيه ذرتين متشابهات، يعني مثلا H2 هو عبارة عن H وهيدروجين وهيدروجين، هاي عندها إلكترون وهاي عندها إلكترون مدارها الأخير، هل بصير إنه هاي تفقد وهاي يعني تفقد هذا الإلكترون وبطل عندها إشي وهاي تكسب ويصير عندها اثنين، ولا إنهم يتشاركوا الاثنين بالإلكترونات ويصير هاد عنده اثنين وهاد عنده اثنين؟ طبعا انه عنا انه يتشاركوا. لو نيجي نحكي عن الكارو سلبية نقارنها، نحكي احنا عن درتين نفس بعض، فبالتالي اكيد مش الهيدروجين هاي لها كارو سلبية غير عن هاي الهيدروجين، اكيد انهم نفس كارو سلبية، عشان هيك هو ما بيكون عندهم الكارو سلبية قليلة جدا جدا، صفر يعني صفر لما يكون درتين متشابهتين صفر، فبالتالي no polar، ما في polarity بما انه صفر، يعني ما في polarity، ما تكون عنا اقطاب، فبالتالي نحن بنحكي هون عن bond اسمها non polar covalent bond. ونفس الشيء بنحكي عن الكربونة مع الهيدروجينة،
الفرق في الكهرباء السلبية قليل جدا جدا، أقل من إيش 0.4، فبالتالي ما بتكون عندهم بولاريتي، ما في بولاريتي يعني نان بولار، يعني الرابطة اللي بينهم هاي مدارها الأخير في عنا 4 وهاي 1، عشان يوصلوا الأكتترول طبعا يعني هاي الكربون بتكون مرتبطة بغيرها، بس هون لازم عشان يتشارك يوصل الأكتترول إنهم يتشاركوا. والكهرباء السلبية ما في عندي واحدة أعلى من الثانية، لا تنتين متقاربات جدا بالكهرباء السلبية، فبالتالي عشان هيك سميناهم نان بولر. تمام، هلا نيجي نحكي عن النوع الثالث اللي هو البولر. تمام، لما نيجي نحكي احنا بولر، شو يعني بولر كوفالنت بوند؟ يعني انا الفرق بالكهرباء السلبية من 0.4 ل 2. تمام، إذا هاي البولر من 0.4 ل 2، هاي الفرق بالكهرباء السلبية. طيب شو الأمثلة اللي ممكن نحكي عنها بولر كوفالنت بوند؟ نيجي نحكي هلا، لما نحكي إحنا ذرة كربون أو هيدروجينة، هدول يعني كهرباء سلبيتهم قليلة جدا جدا، فلما نيجي نحكي احنا ذرة كربون او هيدروجين مع ذرة عالية الكهرباء السلبية مثل الفلور او الاكسجين او النيتروجين، تمام، نحنا هون صار عنا فرق عالي بالكهرباء السلبية، فصار عنا مور بولر. وهون احنا بنحكي، ما بنحكي عن اشي نان كوفالنت، نحكي عن اشي كوفالنت تشارك فقط، ما بنحكي عن ايش عن فقد او كسب، لا نحكي احنا عن نان كوفالنت، يعني ما في عندي اشي بيكسب واشي بيفقد، عنا كلهم بتشاركوا. تمام، فلما نيجي نحكي عن الكربون احنا بنعرف انه هي بتفقد هي بتشارك. تمام، والهيدروجين احنا حكينا انه الهيدروجين من العناصر اللي ممكن تفقد ممكن تكسب وممكن تشارك. تمام، بهاي الحالة احنا يا بناخد يا كربون يا هيدروجين، ما يا ان يا او مع الاف، ماشي، هدول ايش كلهم من العناصر اللي هي نان ميتال. تمام، هلا النان ميتال اللي هي مجموعه 5 او 6 او 7، احنا بنحكي عن نان ميتال مع نان ميتال، يعني اثنين عم بيشاركوا. تمام، ما بصير بيناتهم ايش زي ميتال ونان ميتال، ما بصير بيناتهم اوبوزيت شارج بوزيتيف نيجاتيف، لا. هلا نحن بنعرف انه الفلور اعلى كهرباء سلبيه من الاكسجين، اعلى كهرباء سلبيه من الان، اعلى كهرباء سلبيه من الكربون، فلما نيجي نحكي عن عنصر الهيدروجين مع الفلور، تمام، زي نحن بنحكي انه الفلور عندنا مداره الاخير 7 الكترونات، والهيدروجين بمدار الاخير الكترون واحد فقط، هل بصير انه هاي الهيدروجينة تفقد هذا الالكترون وتعطيه للفلورا وما يضل عندها اشي؟ طبعا لا، ما بصير، الاحسن انه هما ايش يتشاركوا بهدول الالكترونين مع بعض، وهيك بيوصلوا للاكتترول. لكن بدنا نعرف شغلة، بما انه الفلورا هي اعلى كهرباء سلبية من الهيدروجينة، فبالتالي الالكترونين هدول اللي هم بالنص بين هاي وبين هاي رح يكونوا اقرب لذرة الفلور من الهيدروجين، ليه؟ لانها اعلى كهرباء سلبية، فلما نيجي نمثلهم بتكون ذرة الفلور عندها اللون بير الدبل بوند هاي اللي هم تو بير اوف الكترون، بيكونوا اقرب للايش لاقرب للفلور اكثر، يكونوا أبعد من الهيدروجينة. وبما إنه هاي فقدت، يعني شبه إنها فقدت وهاي إنها شبه إنها كسبت، فبنحكي إنه هاي عبارة تحمل على partial positive charge وهاي بتحمل شحنة partial negative charge. تمام، هلأ لو نيجي نحكي إحنا سؤال، بحكينا إنه شو بين هاي المركبات هو الموست بولر، عنا 1 2 3 4. تمام، هلا رقم 1 بحكي لنا عنا الرابطه هاي متكونه بين مين ومين، بين كربونه واكسجينه، رقم 2 بين كربونه وهيدروجينه، رقم 3 بين كربونه ونيتروجينه، ورقم 4 بين كربونه وفلورا.
تمام. ونحن حسب هذا الجدول شو بنحكي؟ بنحكي لما يكون الفرق كارو سلبية أعلى كل ما كانت البولاريتي أعلى، وإحنا بنرتبهم حسب الأعلى بولاريتي، تمام؟ فبالتالي لما نيجي نحكي إحنا عندنا كربونة وأكسجينة وكربونة ونيتروجين وكربونة وفلورا وكربونة وهيدروجينة، طبعا نستبعد الكربون والهيدروجين اخر اشي لانه حكينا عنها شو بتتصنف نان بولر، فبالتالي هي اقل اشي. نيجي على الثلاث هدول، كان كل ما زاد الفرق بالكهرو سلبية كل ما زادت البولاريتي، فبالتالي اي اكتر كربون مع فلورا ولا كربون مع نيتروجين ولا كربون مع اكسجين، طبعا هي مبينة من البعد بالمسافة، هي اكبر اشي الكربون مع الفلور، بعديها من تيجي الكربون مع الأكسجين، بعدين الكربون مع النيتروجين. هاي نيجي هون كربون مع الفلورا هي رقم 4، كربون مع النيتروجين هي رقم، الكربون مع الأكسجين هي رقم 1، بعدين عندنا الكربون مع النيتروجين هي رقم 3، بعديها الكربون مع الهيدروجين هي أقل إشي رقم 2 لأنها هي أصلا بتتصنف نان بولر، تمام؟